عنوان وليجتنا عنوان وليجتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء وهذا هو السبب الذي لأجله أبدأ أحاديثي وبرامجي وأبدأ كل شيء مهم في حياتي بيا زحراء يا زهراء يا زهراء هو شعار وليجتي هو شعار عشيرتي العقائدية شيخ عشيرتنا فاطمة وعظيم عشيرتنا فاطم وشعارنا شعار وليجتنا يا زهراء امضاء منكم حين تقولون الان معي يا زهراء واخرجوها اخرجوها من اعماق قلوبكم وحاولوا ان تقولوها دائما انها تطهر القلوب من كل القذارات الجهنميه اخرجوها من الاعماق يا زهراء يا زهراء من الاعماق اذهبوا بعيدا بعيدا مع ارواحكم ونفوسكم الى اعماق قلوبكم واخرجوها اخرجوها من اعماق افئدتكم حتى لو كانت بصوت خافت يا زهراء يا زهراء هذا هو شعارنا اذا كان لكل عشيره من شعار فشعار عشيرتنا الزهرائيه يا زهراء يا زهراء في علم الهندسه الصناعيه يقولون من ان العجله هي ام الاختراعات وفعلا اذا نظرنا الى واقع حياتنا اليوميه اما اذا دققنا النظر في عالم الصناعه والتكنولوجيا فان العجله هي الرجل التي تتحرك بها الصناعه هذه قضيه معروفه لذا يشيع في كل الثقافات في العالم على سبيل المثال يقولون من ان فلانا اخترع العجله او هل اخترع العجله او هل اعاد اختراع العجله في كل ثقافه من ثقافات العالم تتردد مثل هذه الكلمات للمقاصد التي يقصدونها فالعجله هي رجل الصناعه في حياتنا انا لا اريد ان احدثكم عن هذا الموضوع انما جئت به راس خيط كي اذكر شيئا اخر المرايا المراه في عالم العلوم العقليه عند العرفاء مثلا على اختلاف اتجاهاتهم وعند المتصوفه وعند الفلاسفه وعند المناطقه في كل اصناف العلوم العقليه والفكريه يقولون ان المراه هي افضل اختراع اخترعه الانسان لانهم ينتفعون منها في تقريب الامثله فمثلما في مختبرات الهندسه الصناعيه العجله لها اهميه كبيره في مختبرات العلوم العقليه اذا كانت هناك مختبرات ومختبراتها في العقول قطعا فالمرايا والمرآة هي أهم اختراع ينتفع منه الفلاسفة وأرباب العلوم العقلية مثالا حسيا تقريبيا لتقريب أفكارهم ولذا فانني ساستعين بهذا المثال رجائي ان تلتفتوا الى هذا المثال وان تدققوا معي بالنتيجه هو مثال حسي والامثله الحسيه تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيره لكنني اتمنى عليكم ان تلتفتوا الى الجهه التي اقصدها فحسب من هذا المثال فانني لا اتحدث عن كل جهاته هذا الذي يقف امام المراه مراه صقيله نظيفه لامعه براقه كبيره هذا الذي يقف امامها صورته ستظهر في المراه بالضبط كما هو حتى الاكسسوارات التي يستعملها في ثيابه وفي ملبسه ستكون واضحه وان كانت صغيره حتى الازرار كل التفاصيل ستكون واضحة في الصورة الظاهرة في تلك المرآة، إذا عندنا هنا ثلاثة أشياء، عندنا الواقف أمام المرآة وعندنا المرآة وعندنا الصورة التي ظهرت في المرآة، الصورة التي ظهرت في المرآة يمكنني ان اقول عنها من انها الواقف امام المراه فاقول هذا فلان واشير الى الصوره التي ظهرت في المراه ويمكنني ايضا ان اقول من ان هذا الذي ظهر في المراه ما هو فلان هذه صورته مع اننا نرى كل التفاصيل حتى لو حرك يده فان صوره في المراه ستتحرك لو تقدم قليلا باتجاه المراه فان صورته ستتحرك ايضا لو تاخر الى الخلف بعيدا عن المراه فان صورته ستتحرك بنفس حركته لو جلس فإن صورته ستكون جالسة أيضا وهكذا فهناك الواقف أمام المرآة وهناك المرآة وهناك الصورة في المرآة هذه الصورة يمكنني أن أقول من أنها هي الواقف هذا فلان وايضا اقول عنها من انها ليست فلان هذه صورته فالصوره في المراه هي صاحب الصوره بوجه من الوجوه بحيثيه من الحيثيات من هنا مر الكلام عندنا عن تعدد الحيثيات وعن حفظ هذه الحيثيات بحدودها عن تعدد المقامات وعن حفظ هذه المقامات بخصوصياتها فهذه الصوره في المراه هي نفس هذا الذي يقف امام المراه بوجه من الوجوه بحيثية من الحيثيات. وهي غيره بحيثية أخرى. لكن علينا أن نلتفت أن الصورة التي في المرآة تتقوم بشيئين، الشيء الأول هو صاحب الصورة، فإن صاحب الصورة إذا ما ابتعد عن المرآة فليس هناك من صورة ظاهرة في المرآة. والشيء الثاني المراه ايضا فان صاحب الصوره اذا لم يكن واقفا امام المراه كان واقفا امام الجدار فان الصوره لا تظهر على الجدار فاذا هذا الذي في المراه يتقوم بوجود صاحب الصوره ويتقوم بوجود المراه تكونت هنا حقيقه مركبه من صوره صاحب الصوره ومن المراه نفسها لا فرق بينك وبينها انها الصوره لا فرق بين صاحب الصوره والصوره التي ظهرت في المراه الا انهم عبادك وخلقك هناك جهه افتقار فان الصوره تفتقر الى المراه فاقه الصوره الى المراه فالاصل موجود ولكن ليس واقفا امام مراه فلا صوره لما وجدت المراه وجدت الصوره الصوره من حيث تطابقها مع صاحبها فهي هو والصوره من حيث تقوم وجودها بالمراه فانها ليست هو لا فرق بينك وبينها يتجلى الله في الحقيقه المحمديه الا انها في مقام العبوديه من هنا تكون حقيقه مركبه بهذا اللحاظ لا كتركيبي وتركيبكم لا كتركيب الخلقيات التي ستصدر منها الخلقيات التي ستصدر منها عبر وسائط الاسماء الحسنى عبر الأسماء الحسنى الفاعلة مر علينا ذكر ثلاثمائة وستين اسما بحسب الحديث الذي قرأته عليكم من الكهف الشريف عن إمامنا الصادق الخلقيات التي تصدر عن هذه الوسائط تكون مركبة وشديدة التركيب اما الحقيقه المحمديه تكون بسيطه بالقياس الى هذه الخلقيات المركبه لكنها مركبه بالقياس الى الذي خلقها فهي مركبه من انوار تجليه فيها ومن مقام عبوديتها وإن كانت العبودية سيعود كنه جوهرها إلى الربوبية مثل ما هو منقول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه العبودية جوهرة كنهها الربوبية صار واضحا لدينا صاحب الصوره والمراه والصوره اعود الى ما جاء في احاديثهم وفي خطبهم وفي كلماتهم من ان الله منزه عن الاوصاف ناخذ هذا المثال للتقريب صاحب الصوره بالقياس الى الصوره منزه عن الاوصاف بينما الصوره ليست منزهه عن الاوصاف لماذا لاننا نصفها بما تجلى فيها من صاحب الصوره فما جاء عنهم من ان الله منزه عن الاوصاف هذا الكلام يتجه بشكل مباشر الى الله سبحانه وتعالى الى الاول الذي لا اوليه لاوليته والى الاخر الذي لا اخريه لاخريته الى الذي كان ولم يكن معه شيء وليس هناك من خبر عن الحقيقه المحمديه فما جاء عنهم من تنزيه لله عن الاوصاف يتجه بشكل مباشر الى ذلك المقام ويتجه ايضا الى الحقيقه المحمديه في الجهه التي هي وجه التجلي مثلما وصف امامنا الصادق الاسم المخلوق من اننا لا نستطيع ان نشير اليه لا بلفظ ولا بصوت المقام هو المقام لا فرق بينك وبينها من هذه الجهه يمكننا ان نصف الحقيقه المحمديه من انها منزهه عن الاوصاف ولكن ليس باتجاه مباشر لانها صورة اعيد الكلام كي يكون واضحا ما جاء من نصوص في ان الله منزه عن الاوصاف بشكل مباشر وباتجاه مباشر يوجه الى الذات الاولى التي كانت ولم يكن معها شيء وبشكل غير مباشر يوجه الى الحقيقه المحمديه في الجهه التي يشير اليها صاحب الامر في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها في هذه الجهه اما ما جاء من روايات واحاديث تخبرنا من ان صفات الله عين ذاته بشكل مباشر تتوجه الى الحقيقه المحمديه لان الروايات هذه تحدثنا بشكل واضح عن الافاعيل عن المفعولات، عن المعلومات، عن المسموعات، عن المبصرات، وعن المقدورات، تحدثنا عن هذه العناوين وأمثالها، وهذه لم تصدر بشكل مباشر عن الذات الأولى. الذي صدر بشكل مباشر عن الذات الاولى الحقيقه المحمديه وحينما اقول صدرت بشكل مباشر انه اراد ان توجد فحينما خلقها خلقها بنفسها ليس بمباشره من ذاته سبحانه وتعالى حينما خلقها خلقها بنفسها سائر الافاعيل صدرت عن منابع الاسماء الحسنى التي اشرقت من مجمع الاسماء الحسنى انها الحقيقه المحمديه ولذا فان المعلومات المسموعات المبصرات المقدورات وامثال هذه العناوين من التعابير التي وردت في الروايات صدرت من منابع الافاعيل التي هي الاسماء الحسنى من مشارق الحقيقه المحمديه وهذا المعنى واضح جدا في رواياتهم لا شان لي بمراجع النجف يضعفون هذه الاحاديث بحسب قذارات علم الرجال لا شأن لي بعرفاء الشيعة ومن يتذوق ذوق الصوفية والفلسفة بالنسبة لي اقول لهم اذهبوا انتم وما عندكم الى الجحيم لا شأن لي بكم انا احدثكم من صميمي ومن عميق ما جاء في خطبهم ورواياتهم وأحاديثهم وما جاء من تفسيرهم لقرآنهم وما جاء في زياراتهم وأدعيتهم بشرط أن يكون الفهم وفقا لمعاريض قولهم ووفقا لقواعد اللحن في كلامهم وحديثهم هذا هو الذي اتحدث عنه فما جاء في الروايات من حديث عن ان صفاته عين ذاته هذا المعنى يذهب بشكل مباشر الى الحقيقه المحمديه هل يمكن ان نوجهه الى الذات الاولى بشكل غير مباشر عبر وجهها حينما نصفه بما تجلى من نوره في مخلوقه الاول فتارة نتحدث عن الله الاولي القديم بشكل مباشر فان ما جاء عنهم من نفي الصفات يتوجه اليه هل يمكن ان يتوجه الى الحقيقه المحمديه يمكن ولكن بشكل غير مباشر وما جاء من الاحاديث من أن صفاته عين ذاته يتوجه بشكل مباشر إلى الحقيقة المحمدية التي هي مجمع أسمائه وصفاته وهي المرآة والصورة في الوقت نفسه يتوجه الى الذات بشكل مباشر لا يمكن ان يتوجه الى الذات الاولى بشكل مباشر وانما نصفه بهذا الوصف عبر الصادر الاولي عبر الحقيقه المحمديه وهذه المعاني لا تكتمل الا ان تنتظم منظومه عقيدتنا التوحيديه في اركانها الاربعه تذكروا مثال المراه والواقف امامها وصورته في المراه فالواقف هو الاصل وما في المراه الصوره والمراه هي جهه العجز والافتقار والفاقه في الصوره التي حدثتكم عنها لا فرق بينك وبينها انها الصوره بما هي هي فلا فرق فيما بين صورتي وبين الذي يتجلى من صاحب الصوره الصوره ما هي بذات صاحب الصوره وانما هو تجلي وقف امام المراه فتجلت صورته في المراه اراد الله سبحانه وتعالى فتجلت الحقيقه المحمديه في نفس ارادته ولذا فان الاراده صفه حادثه خلق المشيئه بنفسها من هنا قلت لكم من ان الصوره والمراه تمثلان الحقيقه المحمديه فهناك الاصل صاحب الصوره وهناك حقيقه واحده ركبت من المرآة ومن الصورة التي ظهرت فيها المرآة هي الاراده والمشيئه الحقيقه المحمدية لم تأتي منفصله عن المشيئة بل ان المشيئة هي الحقيقة المحمديه والحقيقه المحمديه هي المشيئه من هنا خلقها بنفسها تذكروا ماذا جاء في المثل القراني يكاد زيتها يضيء في مثل المشكاه والمصباح والكوكب الدري وشجره الزيتونه يكاد زيتها يضيء المضامين هي هي لكن التعابير تاتي باسلوب الاشاره تاره وباسلوب التلويح تاره ثانيه وباسلوب التلميح تاره ثالثه وهكذا لماذا لسعه وعظمه تلك الحقائق ولضيق اللغه وقصور الفاظها وتعابيرها واساليب بيانها